في خطوة إنسانية وزارة الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبولا الأوكرانية لاجلاء المدنيين مع فتح ممر انساني نحو مدينه زابوريجا من جهتها نائبه رئيس الوزراء الاوكراني ايرينا فريشوك اكدت عن ارسال قرابه 45 حافله لاجلاء المدنيين من ماريوبول يبدو الاتفاق الذي تم التوصل اليه لفتح الممرات وايقاف العمليات العسكريه مبشر بامكانيه حدوث السلام بين اوكرانيا وروسيا الحرب مستمره باشكالها المختلفه والخارجيه الروسيه تتهم الدول الغربيه بشن عملية سبريانية واسعة مؤكده ان هذا العمل سيؤدي الى عواقب وخيمه في وقت اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ان بلاده حققت كل اهداف المرحله الاولى من العملية العسكريه. يبدو هذا التصريح صحيح في جانب ولكنه دعائي في جانب اخر. اما صحته في جانب فبالتاكيد كانت القوات الروسيه بتهدف أو الأولوية بالنسبة لها هي تحرير ما بين هلالين كامل إقليم الدنباس في ظل هذه المتغيرات يبقى السؤال المطروح عند المتتبعين إلى مدى ستفضي إليه المحادثات القائمة بوساطة تركية بين المتنازعين سيما بعد ظهور ليونة في الموقف الأوكراني وقبوله ببعض شروط موسكو مثل التزامه بطبيعة الحياد في علاقاته المقبلة ما شجع روسيا على إعلان هدنة من جانب واحد